كنت عارف اني هرجع للهباب ده تاني. ايه؟ ايه؟ سلم يدك يا ولدي، سلم يدك. ايه في ايه تاني؟ مين انت يا ولدي؟ انا كشاف النور يا رينا. محتاجة نقل دم. ما ننقلها المستشفى احسن. ما تستحملش. في عربيات اسعاف مجهزة. معك حقها. انت ابيض. زي ما انت شايف. انت مالكش اهل. طب قوم اكتب اللي انت عايزه. تعبت وعايز ارتاح، ولولاها انا كنت سلمت نفسي من بدري. صدق ده بخيت طيب وابن حلال، ولو مش مطمن له اجيب لك بطاقه تانيه. بطاقه ايه يا بنت؟ انا باجر عجل؟ اوعي. حاضر. فتح منين ده؟ الاوفر اللي فوق يا فندم. لو بتفكر تهرب ما انصحكش. مساء الخير. عندك دم؟ شوية دم حلوين فصيلة بيه. 65 جنيه. ده متسعر؟ وبعدين انت هتقرفنا. طب روح هات. روح هات. لا الفلوس تكفي. روح هات الدم. ايه في ايه تاني؟ الاورده بتهرب. بردان يا ولدي بردان. على عيني. جرايها يا بخيت ما تغطيها مش عارف. هتعيش لو فات عليها يومين من غير مضاعفات. يومين اللي انت عاوزه اعمله، بس امي ما تتبهدلش. المحن ده ما بحبوش. بس لو فكرت هجيبك باللي جوه دي يا دكتور رياض. يا خرابي ومغير اسمك كمان، انت ايه يا اختي؟ يلا معلش. بقول لك ايه، قوم اتوضى وصلي الفجر وادعي لها دعوتين يمكن ربنا يكرمها. وضوء ايه؟ انت ما بتفهميش؟ ما ينفعش. ليه بس يا اخويا؟ لا اله الا الله، لانه نصراني. طب وفيها ايه؟ ما بيصلوش؟ انت تخلصي تخلصي خالص. اعوذ بالله. يومين واوعى امك مش وش بهدله، والقطه الكاوتش دي تحط لسانها في بقها، دي اللي هتوديك حبل المشنقه وتنقلنا الاحتياط. اهلا اهلا اهلا. ابن حلال لسه عارف عنوانه
وقلت اجي ابلغك. سلام عليكم. تعالى يا عبد العزيز. خش. صاحبك جوه. علبك اللي بطل حاجة. حاضر. بقت بكام؟ جنيه ونص حاجة. وعلبة الكبريت لو سمحت. اتفضل. ادي النص اهي. بكام الكبريت؟ 10 سنين حضرتك. كام؟ 10 سنين. علبة الكبريت ب 10 سنين؟ اه دلوقتي وصلت 10 سنين. 15 قرش بره انت اللي وحشني. الله لكن ايه اللي فكرك بين الساعات؟ الحقيقه انا جاي عشان اخد رايك في موضوع مهم قوي. ها وميز ده يا زي الفل. بصي ايه السلم اللي انت حاطه ده؟ كنت عايز تدبدب على الناس اللي فوق؟ كنت عايز اغير اللمبه. طب هات انا غيرها. لكن كويس انك جيت. خير؟ ده انا كنت عايزك. ايه؟ انت فاكر سامي الشيشيني؟ ابن علي الشيشيني. اه ماله، هات اللمبه بس انا غيرها. سيبك من اللمبه بس دلوقتي. اللي كان تلميذي في الحسينية الثانوية، أنا كنت بديله عربي ودين. أبوه الله يرحمه كان حبيبي، إنما الواد ضعيف شوية في الدين. لا دين إيه؟ دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقى تمام التمام. سافر بره ورجع لابس جلابية بيضة لحد ركبته وشبشب.